بيان عاجل بشأن سد النهضة بعد لقاء السفير المصري مع رئيسة إثيوبيا، وعاجل مهلة للجميع في ملف التصالح تعرف على التفاصيل، وعاجل الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين، ومفاجأة رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبد العزيز وزوجها يكشف عن حالتها الحرجة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لألف لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا عاوزينكم تفجروا التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. عاوزين نوصل لألف تعليق مكتوب فيه تحيا مصر. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا، وعاجل الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء، حيث تصل الموجة الحارة لذروتها. وأوضحت الهيئة أن كافة الأنحاء تشهد طقس شديد الحرارة يزيد عن الأيام الماضية بحوالي درجة أو درجتين، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة 42 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة في الظل. ويشهد اليوم الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقع بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات. مصدر معانا كان من اليوم السابع، ان شاء الله يعني ندعي ربنا انه يرفع عننا هذه الحرارة إن شاء الله. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبد العزيز وزوجها يكشف الحالة الحرجة. نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة غامضة حول حالتها الصحية، وذلك عبر حسابه على إنستغرام، وعلق قائلا من خلال بعض الصور التي نشرها على حسابه: بتمرن من غير نفس، نفسي اطمن عليكي. من جانبه نفى الفنان احمد العوضي ما تم نشره بشأن مغادرة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز المستشفى الذي تعالج بها، اكد انها ما زالت تحت الاشراف الطبي وانه معها ولا يفارقها. 17 يوليو الماضي اعلن العوضي على صفحته الرسمية على فيسبوك أن زوجته تخضع لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة، رجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العملية ومحتاجة دعوتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها. وبعد وقت قصير من منشور العوضي، فوجئ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبد العزيز شقيق ياسمين، قال فيه إن الحالة الصحية لشقيقته حرجة جدا، وما زال العوضي يتكتم عن أي تفاصيل عن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر فيسبوك. حذر العوضي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها تكون عن طريقه هو فقط وليس عن طريق أحد آخر. مصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. مصدر معانا كامل الوطن وأرتي، ندعي للفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل إن شاء الله، ربنا رب يعني يشفيها ويقومها بالسلامة لجمهورها بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل بشأن سد النهضة بعد لقاء السفير المصري مع رئيسة إثيوبيا. أكد السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا أنه برغم التحديات المتعلقة بعدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فإن الروابط التاريخية بين الشعبين والحضارتين العظيمتين حاضرة وأزلية وتستحق العمل من أجل وضعها في مكانها الصحيح والارتقاء بمصالح الشعبين في إطار من الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار وقيم الإفريقية العريقة.
واستقبلت ساهالي ورق زاودي رئيس إثيوبيا السفير أسامة عبد الخالق وحرمه في زيارة توديع بمناسبة قرب انتهاء عمله كسفير لمصر بأديس أبابا. وتناول عبد الخالق خلال اللقاء وضع وآفاق العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا. نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وألا تقوم إثيوبيا بالإضرار المباشر أو غير المباشر لمصر والسودان. نتمنى ذلك مش من مصلحة إثيوبيا أن يكون هناك أي تصعيد عسكري إن شاء الله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر أخير معنا وعاجل مهلة للجميع في ملف التصالح في مخالفات البناء. تعرف على التفاصيل. كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن أعمال البناء بها قدر كبير من المعاناة. أشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون مع الجهات المختصة حتى يتم البناء بشكل قانوني. وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج من مصر على فضائية CBC أن ملف التصالح والعمران والسكان من الملفات الهامة التي يهتم بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات قوية في هذا الملف. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تنظيم الزيادة السكانية يجب النظر إليه نظرة مؤسسية وعلمية، ليست نظرة عابرة من أجل العمل على حل تلك المشكلة. وأشار السجيني إلى أن الحكومة أعطت مهلة للجميع في ملف التصالح. أكد أن هناك قرارا للرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلبات التصالح بالقرى. أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المخالفات الموجودة كبيرة وفي من لم يتقدم في الأساس. أكد أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة للمواطن والسعر لأن يكون هناك قيمة عقارية. مصدر معانا كامل الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نرجع للأرصاد، والأرصاد بتحذر من يعني سيول خلال 72 ساعة المقبلة. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص سقوط الأمطار خلال 72 ساعة المقبلة من يوم الخميس حتى السبت المقبل، حيث تكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا على جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل لحد السيول بحلايب وشلاتين ومرسى علم. خميس 5 أغسطس أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% تقريبا. جمعة 6 أغسطس اللي هو غدا إن شاء الله أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا. السبت 7 أغسطس أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا. المصدر معانا كان من الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما طولتش عليكم إن شاء الله. أتمنى هذا، أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بهذه الصفحة أو القناة، يعني حسب حضرتك بتشوفني على الفيس أو على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.